في هذا الوقت يحافظ السجال السياسي على سخونته وعلى نبرته الحادة، فالعماد ميشيل عون انتقد استغلال غياب المسيحيين لوضع قوانين انتخابات ظالمة، مشددا على أنه لن يقبل أن يتحول لبنان مستعمرة لأحد. في المقابل انتقد الوزير أشرف ريفي بقسوة حزب الله والتيار الوطني الحر، معتبرا أن التعطيل الذي يقومان به مغامرة خطرة تكمل بنتائجها السلبية مغامرة قتال حزب الله في سوريا. توازيا التحضيرات لمعركة دمشق تتكثف، وهي معركة مصرية لأنها ستحدد مستقبل النظام السوري كما سترسم مسار الأمور في المنطقة ككل.